معنا النهارده مخرج متميز ومتمرد ايضا له بصمته الخاصه وهو تلميذ الراحل العظيم الاستاذ يوسف شاهين، لكنه يقدم اعماله الخاصه ببصماته الخاصه المميزه. قدم اعمال كثيره مهمه منها حين ميسره وهي فوضى وكلمني شكرا وغيرها من اعمال متميزه. واحد من الناس النهارده المخرج خالد يوسف. ضيف النهاردة مخرج فعلا متميز وفعلا ليه اداؤه ليه اتجاهه ليه اراءه المحترمة، وتختلف معاه تتفق معاه لكن لازم تحترمه لانه في الاول وفي الاخر عنده وجهة نظر، اعماله متميزة. ودايما لما بيبقى الاستاذ استاذ فتلميذ الاستاذ بحكم الخبرة والتجربة بيتحول ايضا الى استاذ. ضيف النهاردة صديقي العزيز المخرج الكبير خالد يوسف. ميرسي اولا على الكلام الحلو ده. لا انا مش بجامل، لعلك اكون يعني استاهله، ما اعرفش اجامل، ربنا يخليك. ممكن اختلف معاك في اراء كتير انت عارف، لكن في حاجات قواعد كده بتحكمنا. انا عايز اتكلم معاك عن خالد يوسف الطفل والنشأة، ابن الدقهلية، تربى فين وطلع فين والبيئة اللي طلع فيها شكلها ايه، الانسانيات اللي هي كانت بتحكم طفولتك البريئة. انت طفل بريء انت ولا مش بريء؟ لا ما كنتش بريء قوي. انا ابن احدى قرى دلتا كفر شكر، ابويا عمده فتربيت متدلع شويه، خاصه ان انا الابن الاصغر لي، جابني وهو عنده 60 سنه في اخر العنقود يعني. وهو كان يعني بيجيب عيال من هو عنده 20 سنه لانه اتجوز بدري قوي، ففصلني مثلا عن اخويا الكبير حاجه 40 سنه هو، لكن هو اداني دلع دون ان هو يبوظني. يعني دايما ما احنا بندلع اولادنا ممكن يطلعوا عيال بايظه. فبصراحه شديده اللي انا اقدر اقوله ان هو دلعني جدا، بس كان بيربي دماغي في ذات الوقت. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ ما كانش حد يقدر يضربني، يعني امي الله يرحمها ما كانتش تقدر تضربني، لو ضربتني تبقى مشكله كبيره قوي، محدش يقدر يمد ايده عليا، لا من اخواتي الكبار ولا امي ولا اي حد. لكن في ذات الوقت كان بيقعدني كل يوم من وانا عندي 4 سنين اسمع، هو كان قبل ما ينام لازم يقرا قران، فيقعد يقرا قران. لما بدات يعني ادرك شويه بدا يقرا لي قصص الانبياء في القران، وبعد ما يقرا السوره اللي هو ناوي يقراها قبل ما ينام يقفل المصحف ويقعد يحكي لي قصه مثلا سيدنا يوسف، حكي كده بسيط يتوافق مع طفل. لما كبرت شويه مثلا ما قريتش ميكي جيد مثلا والحاجات بتاعه الاطفال وتنتان والحاجات دي، لا يعني كان انتقلت من ده على طول ان انا اقرا ادب، اقرا روايات. يعني على ثانوي مثلا كنت خلاص بدات اقرا نجيب محفوظ، وبدات اقرا يوسف ادريس، وبدات اقرا يحيى حقي وتوفيق الحكيم، فكل ده كان نتاج اهتمام ابوي. كم اخ وكم اخت؟ انا عندي 13 اخ واخت. ما شاء الله 13 اخ بس من كم يعني؟ ما انا يعني بقول لك اتجوز كتير، لان في الوقت ده في الوقت في الاربعينات او الثروه والسلطه والصحه ايكوال كده احسن، لا تساوي على طول زيجات متعدده. اتجوز يعني كم مره؟ سبع مرات. اتجوز 7 مرات وخلف من السبع؟ لا من 4 بس. والدتك خلف منها انت واحده تاني؟ انا وثلاثه وثلاثه. دول اخر، دي كانت اخر زوجه
وبقول لك ان ما كانش هي فكره ان هو يعني حاجه خاصه بيه ان هو لازم يعني ان هو بيتجوز كتير انه عايز يتجوز كتير. انا بقول لك ان دي كانت معادله موجوده في كل ارياف مصر. علاقتك ايه باخواتك اللي هم مش اشقاء؟ علاقتي ما فرقتش، ما بتفرقش خالص عندنا. يعني هو برضو من ضمن الحاجات اللي انا باجله واحترمه فيها ان هو ما فرقش خالص. فطلعنا كلنا يعني لسن معين كده ما نعرفش مين امهاتنا، دي امي ولا مرات ابويا. كنتوا ايه، عايشين في بيت واحد كلهم ولا؟ لا كنا عايشين، هو دايما عنده اربع بيوت، الاربع بيوت دي كل زوجه ببيت بولادها. بس بنلتقي يعني كل طول اليوم مثلا في البيت الكبير اللي هو قاعد فيه، اللي انا اتولدت فيه، وعنهم بقى كل واحد بيروح البيت بتاعه يعني. لكن كان عايزه تطلع ايه؟ كان دايما يقول لي عايزك تبقى حاجه مميزه يعني في اي حاجه انت تختارها. الفتره اللي ساعدني قوي في تربيه جماعي كمان انه سلمني للعظيم النبيل خالد محي الدين. خالد محي الدين كان صديقه، وانا هذا الرجل يعني بسميه الاب الثاني ليا. من وانا عندي 11 سنه، كانت انتخابات سنه 76، 10 11 سنه حاجه كده، اللي هي كانت على اساس المنابر، وكان خالد محي الدين نازل فبدات هنا امشي مع خالد محي الدين طفل صغير كده يجوب معه البلدان. اخترت مجال ايه للدراسه؟ الهندسه؟ الهندسه انا دخلت هندسه. هندسه طياره؟ لا انا كنت هندسه الزقازيق. الزقازيق؟ ليه هندسه؟ كنت شاطر في الثانويه العامه؟ مفروض يعني كنت جبت 87 فدخلت هندسه. واخويا الكبير يعني ما كانش في دماغي ادخل هندسه. وانا ما كانش في دماغي بصراحه لا هندسه ولا غيره، انا كان في دماغي حاجه غريبه جدا. ايه؟ انا كان في دماغي اخش اداب عربي، وكنت ناوي لما ادخل هندسه ان انا برضو ايه يعني ما اكملش، بيني وبينك يعني اعمل اي حيله كده ان انا اسقط سنتين في اعدادي هندسه واروح احول اداب عربي. بس في اعدادي بقى حبيت واحده اعدادي هندسه وارتبطت بيها جدا فقررت اكمل. يا الحب كان الدافع للاستمرار. طبعا كان جزء من الحكايه، لكن كان الجزء الاكبر ان انا كنت بدات اتعرف على الحركه الطلابيه وبدات ارتبط بالزمايلي، فلقيت اللي فيه ان في نصريين وفي شيوعيين وفي اشتراكيين وفي ياسريين وفي جماعات اسلاميه وفي، فرحت للناس على طول اللي اتلمينا على بعض. فبدانا نبقى بقى خلاص قررت هنا بقى يعني ان الشله اللي احنا عملناها اللي هي بدات الحركه الطلابيه في الجامعه واحنا لسه في اعدادي هندسه، خلتني خلاص بقيت مرتبط عضويا بيهم، ما ينفعش ان انا اسيب الكليه. اهم من ده كمان الحب الاول ده، والحب طبعا ده الاساس طبعا. لكن لحظه فارقه جدا في يعني الانسان لما بيفقد والده، تفقدته وانت في ثانوي داخل الجامعه لسه. اولا حسيت بايه لما فقدته؟ مرت عليك اللحظات ازاي؟ فقدته في ايه؟ لا بص هقول لك حاجه، يعني انا فقدي لابويا كان شيء فادح في حياتي، بس يبدو ان هو الحنان اللي اداهولي كان يكفيني كتير قوي. يعني انا ما زلت بقول ان حنان ابويا معايا هو اللي معيش لغايه دلوقتي، مش حنان اي حد في الدنيا يعني. انا في اول ما ابويا مات، انا ابويا مات على ايدي، يعني انا راجع من البيت الساعه كده واحده بالليل ولقيته بينده، فدخلت عليه فقال لي هات لي ميه، فكان تعبان جدا، كان في اخر ايامه يعني، فحطيته على ايدي على كتفه كده على كتفي وبشربه الميه، شرب الميه ديت وطلع السر الالهي زي ما بنقول يعني كده. وانا في وقتها وكنت لسه صغير يعني ما عيطتش خالص، يعني ما حسيتش بان انا حصل حاجه يعني، ما فهمش هل الصدمه ولا هل ايه. وتقريبا ما عادش غير تاني يوم، وما كانش البكاء المرير، البكاء المرير كان يمكن بعد ثلاث ايام لما دخلت اوضته وما شمتش ريحته. عشت اليوتن؟ طبعا عشت اليوتن. عشت اليوتن رغم وجود اخواتك الكبار اللي هم كان اليوتن هم كانوا بيعوضوني بصراحه شديده يعني. انا يعني عندي اخوات يعني انا بقول عليهم عظام، سواء ستات او رجاله، لان انا كنت صغير وما كانش في حد محسسني ان ابويا راح. عملت ايه الوالده بقى في حياتك بعد وفاته؟ كان دورها ايه؟ لا دورها الست دي دورها كان يعني زي ما ابويا كده كان بيدلع، هي كانت عامله الانضباط، فهي لها الفضل في ان انا طلعت شاطر او ذاكرت او نجحت. كانت حتى ما دخلت الهندسه
وما كنتش بقى، كان الحركة الطلابية خدتني بقى، وبدأ النضال السياسي، وبدأت في بقى سجون وفي معتقلات وفي أمر اعتقال، يعني كانت هي منهارة، كانت يعني كانت في الفترة دي كانت هي اللي يمكن السبب الوحيد ان انا بكمل دراسة. كانت امي. اصعب موقف مر عليك مع الوالدة بعد وفاة الوالد وعنفتك بشدة فيه كان ايه؟ لا ال 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 يوم ما طلب باعتقالي كان على ذمة تنظيم النصير المسلح، وكان في وقتها لو انت فاكر تنظيم ثورة مصر بتاع، فطلب باعتقالي وطلب تفتيش بيوتنا، فقالوا لها ان احتمال في ضباط يجوا يفتشوا، ما بقتش مصدقه ان في الدنيا ممكن تلف وتخلي بيت العمده يتفتش. ما كنتش انا موجود طبعا يعني، بس بيحكى ليا يعني منها ومنهم يعني، انها بصت لهم بصه انه مش هيحصل ان حد هيفتش البيت، وهم نتاج هذه النظره اتصرفوا يعني، راحوا عملوا اتصالاتهم، راحوا عملوا ان ما ينفعش ان بيت العمده يتفتش، فاكتفوا بتفتيش البيت اللي انا كنت قاعد فيه، بس طبعا بعد تنظيفه، لان اخواتي ولاد عمي عرفوا ان انا مطلوب امر اعتقال، فراحوا يشوفوا ايه اللي في البيت قبل ما امن الدوله يروحوا يفتشوا، فشالوا كل اللي في البيت كله، ما نقول يعني لقوا الورق كتير وكتب كتيره وحاجات كده، وساعتها كانت كتب جريمه يعني، لو كان عندك كتاب عن الفكر المركزي يبقى انت الى اخره يعني. فالموقف انا باجي لك على الكتب ديت لانها موقف صعب قوي. الكتب دي اتحملت في عربيات نص نقل، ولادراكهم ان الكتب دي بالنسبه لي حياتي، ما رموهاش ولا حرقوها، خدوها هربوها في البلد يخبوها عند حد، فكانوا نزلوا البيت عندنا البيت الكبير، وبداوا الناس اللي عندنا في البيت شغالين ياخدوا الكتب ديت، يعني خدامه شغاله تاخد شويه كتب في حجرها كده في الجلابيه وتطلع على السطح، تتنقل على السطح اللي بعده وتهرب الكتب وكانها مخدرات يعني، في البيت اللي جنبنا والبيت اللي جنب جنبنا، وكان ده ليلا يعني، اكن احنا فعلا بنعمل عمليه يعني، كل ده انا مش موجود يعني، هم بيحكوا لي. فالموقف اللي اثر فيا لما شافت الست اللي هي بتشيل الكتب وهي طالعه بتعدي على البيت الثاني، وهي خايفه بترتعش وهي شايله الكتب اكنها شايله فعلا حاجه هتروح في داهيه بسببها، فتبولت على نفسها من كتر الخوف اللي هي الشغاله اللي عندها. فالموقف ده امي وهي بتحكيه لي لا يمكن انسى، لا يمكن انسى القهر اللي كان في عينين امي وهي بتقول لي ان الشغاله بتاعتي بعد ما كانت ست يعني فخوره ويعني وحاسه انها مسنوده انها بتشتغل في بيت العمده يعني، واولاده كلهم يعني في اماكن محترمه، فيصل القهر بيها انها الست تخاف لدرجه انها هي شايله الكتب اكنها شايله سلاح او مخدرات فتتبوع على نفسها. ده اكتر موقف انا مازال علق في ذهني حتى هذه اللحظه وهي بتحكيه لي، فكانت يعني الدموع لقيتها في عينيها. موقف صعب جدا. تم اعتقالك؟ لما رجعت حصل كده اتفاق بين العظيم الله يرحمه احمد الخواجه وبين رئيس مبحث امن الدوله بان انا اروح اسلم نفسي في ايد احمد الخواجه. كان ليا جوز اخت صديق لاحمد الخواجه هو اللي خدني ليه، ودخلت على احمد الخواجه المفروض بقى يا اسلم نفسي يهرب. المفارقه ان كل الضباط بتوع العيله كلهم قالوا اهرب، لان احنا مش عارفين، كان ساعتها زكي بدر وعنيد جدا ومش معروف هيحصل لي ايه جوه، فهم لا يملكوا فكره ان هم يحموني. فقالوا لي لا هتهرب شويه لغايه ما نشوف انت عليك ايه بالظبط، لانهم سالوني انت عليك، قلت لهم ما اعرفش. وانت فعلا ما تعرفش؟ لا كنت اعرف، لان انا كانت تهمتي تهريب المتهمين. المتهمين دول على فكره دلوقتي معروفين يعني، حافظ ابو سعده وناصر امين ومجموعه كبيره جدا من المحامين بتوع حقوق الانسان، دول اللي كنت انا ايه مهربهم. كنت بجيب شقه اروح اعتبار الايسر حالا يعني، كنت اروح اجر شقه في شبرا، شقه في ميت عقبه، شقه في بلاد الدكرور، شقه في الشرابيه يعني، وكنت موزعهم على الشقق دي، كنت بعدي عليهم كل يوم الصبح اروح اودي لهم الاكل والجرايد والحاجات دي كلها، كان شغل يعني كده، فاكرين ان احنا هنحرر الامه يعني. ف
فأحمد الخواجة لما جوز أختي وابن عمي ده كلمه قال له طب هاتهولي وأنا هتصرف. فدخلت على أحمد الخواجة لقيته بيحلق دقني زي أبويا في البلد، واحد بيحلق له دقنه بالموس الطويل ده بتاع الحلاق عارفه ده ذكرني بابويا على طول، لان من زمان ما كنتش شفت حد بيحلق لحد في بيت يعني وما كانش في حد بيحلق لحد في بيت غير ابويا يعني. المهم قال لي انت بقى خالد؟ قلت له ايوه. قال لي طيب، راح مكلم رئيس البحث الامن الدوله ده وقال له انا عندي حد انتوا طالبين القبض عليه اسمه خالد يوسف، صادر له قرار اعتقال، وانا بصراحه المدام عزمها على الغدا، فاجيبه ويرجع على الغدا ولا ما اجيبوش؟ انا ما بقتش مصدق ان الامور بتدار بهذا الشكل، وما بقتش مصدق ان احمد الخواجه ممكن يتكلم مع بتوع امن الدوله، واعتبرتها دي خيانه وطنيه يعني، مع انه بيأدي لي خدمه، بس اعتبرتها انه متى عنده القدره على الديل ده يبقى هو راجل. والصراحه انه احمد الخواجه وكان معاه الله يرحمه برضه صبري مبدع راحوا معايا، وكان معايا طبعا جوز اختي اللي هو الاستاذ رشاد اللي هو ابن عمي برضو، ودخلنا مبحث امن الدوله على بعربيه مرسيدس، وبدل ما تاخد سحلا اتخذت يعني دخلت امن الدوله في الزغل دي انا راكب حصان تقريبا يعني. حققوا معايا كتير جدا بس ما حدش لمسني، ما حدش ضربني، ما حدش تعدى عليا حتى بالقول، لان كنت داخل مع احمد الخواجه يعني. لكن بقيه الناس اللي اتقبض عليهم بقى الاساتذه اللي هم اتسحلوا اتسحلوا يعني حافظ ابو سعد ده هتلاقي عنده كده في نبة كده من ساعتها انه اتلزق في شباك في ازاز اتفتحت الحته دي. طيب النقله بقى حصلت ازاي؟ نقطه التحول من خالد طالب كليه الهندسه اللي بيتحول بقى من مجال الهندسه الى مجال الفن والسينما، ايه اللي حصل؟ السياسه برضو هي اللي ادتني النقله ديت، لان انا ساعتها كنت مهتم ان انا اجيب الفنانين والادباء والشعراء اللي هم لهم علاقه بالهم الوطني وعمل لهم ندوات في الجامعه. ان ده كان بيزود درجه الوعي عند الطلبه، فنقدر نتكلم معاهم، فنقدر نقنعهم بان احنا نطلع مظاهره الى اخره. فكان واحد من دول او على راسهم كان الاستاذ يوسف شاهين. فلما عزمت الاستاذ يوسف كنت سنه كام؟ في رابعه ولا لا؟ كنت في ثانيه. ثانيه بعد اعدادي يعني، كان فاضل لي ثالثه ورابعه يعني. فلما عزمت الاستاذ يوسف كان كنت فاكر حتى الفيلم كان العصفور، فجبنا فيلم العصفور وجه الاستاذ يوسف، وهو اعتقد ان هو لفت نظره حاجتين يعني، فكره ان واد شاب صغير وعنده جماهير يعني، كان باين من القاعه اللي فيها الاف ديت ان دي جماهير حقيقيه ليك يعني، وفي نفس الوقت لفت نظره ان انا بحكي عن افلامه ارتباطا بقضايا المجتمع بشكل دقيق يعني، واحد مدقق في افلامه، وطبعا باعتباري بعرف شعر فكنت بقدمه بلغه شعريه برضو استهوته يعني. العصفور الذي ما زال يغرد برغم وجود محترف في اغتيال اصوات البلابل يعني، ده اللي كانت التقديم اللي انا كنت بقدمها له. فبعد الندوه قال لي احنا لازم نتكلم، تعالى. فروحت اتكلم معاه، في اول قعده قال يعني انت مين؟ فزي ما انت سالتني كده انت مين يعني، فشرحت له انا مين. في نهايه القعده ديت قال لي انت لازم تبقى سينمائي. دي كانت اول قعده بينا، واول مره اسمع كلمه سينما انت لازم تبقى سينمائي، كانت مع من يوسف شاهين، الكلام ده كان سنه 87. فانا قلت له بامرتي. قال لي انت بتحكي بشكل مرئي، ما كنتش اعرف يعني ايه ساعتها. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني لما بتحكي حدوته المستمع بيشوفها صوره، ودي اول مواصفات السينمائي الجيد، فلازم تبقى سينمائي. انا بقى خدت كلامه وتلقيته ازاي تفتكر يا عم؟ تلقيته باستهتار، نظرا لان انا شايف كاريري هو ان انا ابقى مهندس وفي النهايه امارس سياسه ونعمل الثوره العربيه اللي هتحرر القدس وهتعمل، فانتوا كفنانين هتخدموا على يعني افكارنا، على افكارنا زي ما كان عبد الحليم حافظ وام كلثوم وجايين وغيره يعني دول حاجه مهمه للثوره، فادوات الثوره يخدموا على افكار الثوره يعني. فخدت كلامه بس يعني مش باستهتار لكن باستخفاف يعني، لاني حاسس ليا كارير تاني في الحياه. بس هو الحقيقه ان كل سنه كنت بشوف فيها الاستاذ، طبعا كنت بعزمه كل سنه 87 88 89 لغايه ما اتخرجت سنه 90، وكنت بعمل له اسبوع افلام، فصارت بينا علاقه حوار.
علاقة الحوار دي كان هو الحريص عليها، وفهمت فيما بعد لما اشتغلت عليه هو كان حريص عليها ليه. هو كان حريص عليها لأنه هو كان عارف أن السينما جمهورها 90% منه من سن 14 سنة ل 24 سنة، فكنت أنا واحد من الناس اللي هو بيبقى حريص أنه هو يتكلم معهم في أي قضية. يعني يحصل مثلا مظاهرات سليمان خاطر، أبص لقيه بيكلمني في تليفون يقول لي تعالى أروح، يقول لي ليه بتتظاهروا، ويستفزني، أنتوا بتتظاهروا على واحد قتل أطفال على سليمان خاطر؟ فقوله لا ده بطل، ونتخانق ويعرف احنا بنفكر في ايه. فعلاقة الحوار ديت اللي امتدت 3 سنين كانت دايما في نهاية كل لقاء يقول لي انت لازم تبقى سينمائي، انت لازم تبقى سينمائي. فانا اخد الكلام وبرضو ما لغاية بقى ما اتخرجت صبت باحباط شديد جدا. ليه بقى؟ لان انت كنت كان حواليك عشرات الالاف في الجامعة، وحاسس ان لك امتداد طبيعي في كل الجامعات المصرية مئات الالاف، فحاسس ان ده اتحرر القدس. فانت ما تخرج من الجامعة تلاقي نفسك ايه، مفيش نفرين لا بيسمعوك ولا بيسمعولك، يعني فتلاقي نفسك ما كانش فيه بقى حركة حزبية تروح تنفس فيها طاقاتك، ولا كان في حركة نقابية ولا يعني. فلدرجة ان انا اتخرجت سنة 90 مثلا، رجعت لمظاهرات الجامعة بتاعة احتلال العراق الكويت ثم تدمير مقدرات الشعب العربي في العراق، المظاهرات ديت انا كنت بتخرجت ورجعت اتظاهر، رجعت طالب تاني عشان تتظاهر. عايز اتظاهر افتقدت روح العمل السياسي، مفيش حاجة بتحصل. فهنا احبطت، وهو اصطدني في حتة الاحباط دي وقال لي تعالى جرب. طيب نطلع فاصل عشان نرجع نشوف بقى تجربة خالد يوسف مع الاستاذ يوسف شاهين كانت ماشية ازاي وثمارها كانت ايه. فاصل. قبل الفاصل بسألك عن شغلك مع الاستاذ يوسف، بدأت ازاي بقى؟ اشتغلت اول مساعد كان فيلم ايه؟ اول مساعد كان فيلم المهاجر، بس قبليه كان في تجربة صغيرة اسمها القاهرة منار باهلها، كان فيلم تسجيلي، والفيلم ده هو يمكن السبب اللي خلاني دخلت المجال ده وعشقته كان هذا الفيلم، لان علاقتي بالاستاذ يوسف اتاحت لي فرصة انه يكلمني على الفيلم ده لما كان لسه فكرة من سطر واحد. كان مطلوب منه من قناة احدى القنوات الفرنسية يعمل فيلم عن القاهرة سنة 90. قعدنا نتناقش، هو يعني فكرته كانت ان القاهرة او مصر هي الناس. واعتقد ان عظمة يوسف شاهين انه هو كان مدرك ان مصر هي الناس. يعني وقامت حملة صحفية ان الفيلم يسيء لمصر وسمعت مصر خارج مصر. اقول لك حاجة، الفيلم ده بجد عظيم، لانه الفيلم ده اتعمل سنة 90 قبل ان تطلق رصاصة ارهاب واحدة في سماء القاهرة. وهذا الفيلم كان بيحذر بيقول ان هناك طاقات من الشباب المعطل ده ستنفجر وستتحول الى ارهابيين. وده اللي حصل فعلا. ففيلم كان مهم جدا، فلما اتحت لي فرصه انها تكون جمله واحده ان القاهره هي الناس، ولما تقرا حتى في الشعر تلاقي ان في كل كبار المثقفين كانوا مدركين ان مصر هي الناس. يعني لما يجي فؤاد حداد يقول كل اللي عاشوا في حضرتك حلوين والاحلى جياتك، يعني دايما الناس هي اصل الحكايه، مش فكره الجدران والاثار. فالفيلم ده كان جمله، ثم لقيته بيتحول لمعالجه، ثم بيتحول لسيناريو، ثم رحت حضرت بقى التصوير اول يوم لقيت بقى شخوص وبني ادمين وحياه حبيت وصراع وصراع انساني. يعني الفكره اللي هي من سطر بتتحول لحياه كامله من بني ادمين ولحم ودم وصراع وحب وكره وقتل، يعني كل حاجه. هنا حسيت كيف يمكن، يعني ايه وظيفه المخرج ده؟ يعني الخلق اللي هو بيعمله بيخلق حياه كامله لمده ساعتين على الشاشه يفعل فيها ما يشاء، فكره مذهله بالنسبه لي في وقتها. فبعدها قال لي ها، قلت له عايز ابقى مخرج بعد هذه التجربه. قال لي تعالى اتعلم بقى. فعلمني من اول الفكره كيف تتحول لمعالجه ثم سيناريو لغايه شاشه العرض واللمبه بتاعه السينما، والمسافه اللي ما بين المكنه والشاشه المفروض تبقى قد ايه، لما يبقى الامبير بتاع اللمبه قد ايه. يعني علمني كل الاشياء نظري وعملي. ودخلت اشتغلت معاه في المهاجر بشكل عملي، كنت المساعد الاخير طبعا، لان كان في مساعدين كبار موجودين معاه وكانوا لهم خبره اكتر مني، فكنت احدث مساعد. والمذهل في الحكايه انت يعني يمكن كان الوجهين الجديدين في الفيلم ده انت وحنان ترك، انت كاخراج وحنان كممثل في المهاجر. وخالد النبوي وخالد النبوي. ف
فالفيلم ده بقى أنا اتعلمت منه حاجات كتير جدا. أنا طلعت من المهاجر ده من مساعد أخير للمصير الفيلم اللي بعده مباشرة للمساعد الأول المخرج المساعد والمخرج المنفس. يعني عمل لي قفزة، حتى جابي خوري المنتج اللي هو ابن أخت الأستاذ كان يعني يقول له إزاي يعني ده ولد جديد ولسه أول مرة يشتغل مساعد معاك، هتجيبه من آخر مساعد لأن أنت تنططه يبقى هو المخرج المساعد بالفيلم اللي بعده، فيلم كبير زي المصير بيتصور ما بين 5 بلاد ويعني كلام. قال له أنا عارف أنا بعمل إيه، وكان شاهين طبعا ما يعني ما يقول أنا عارف أنا بعمل إيه كان كله بيسكت، لكن جابي تحديدا باعتباره رجل يعني عقله ممنهج وراجل علمي قوي كان محضر البدائل، يعني عارف ان انا هسقط سقوط ذريع من اول يومين تصوير، وكان مكلم ناس وقال لهم انا الراجل مصر على الولد ده والولد ده شكله هيودينا في داهيه، لان المخرج المساعد هو المسؤول عن التصوير ممكن يورط له لو ضرب له يوم تصوير خسر 100,000 جنيه. فكان مجهز استبنات بحيث لما يثبت وجهة نظره ان الولد ده مش هيعرف يجيب على طول يقول له شفت بقى يا استاذ. فالحمد لله كان من اول اسبوع تصوير هو نفسه جه قال لي بعد اول اسبوع تصوير انا يعني انا كنت شايف ان الاستاذ كان عنده خطا فادح في اختياره ليك، لكن انا النهارده بقول لك ان هو كان عبقري في اختياره ليك. عايز اروح لاخر مرحله في تعاملك مع الراحل يوسف شاهين، فهي فوضى. الفيلم المعروف طبعا انا بشوف انه قريب جدا من الواقع بتاعنا، اللي بشوف ان جسد ونقل احداث يمكن لو الاستاذ يوسف كان عايش كان هيقول لك احداث 25 يناير مرتبطه جدا بهي فوضى. فكره ان يبقى يوسف شاهين يختار اسم مخرج تاني معاه يتحط على الشاشه كان يمكن شيء ممكن يكون موجود في العالم، لكن كان اول مره يحصل في مصر ان مخرج كبير بيحط اسم المساعد بتاعه زي ما بيقول بالبلدي كده راس براس مع استاذه على التترات. كان شعورك ايه وانت اسمك بيتحط جنب اسمه وليه عمل كده؟ لا كانت تجربه يعني كانت طويله شويه، الصراع فيها كان طويل لان انا كنت رافض فكره ان انا اسمي يتكتب لا جنبه ولا تحته. وقلت له انت بتخلي الناس تحدفني، يعني هتحدفني بتطوف في الشارع. وكنت مصر لغايه اخر لحظه انه ما يكتبش اسمي جنب اسم الاستاذ ولا تحته. وهو هزمنا انا وجابي خوري لما انا كنت مصر ان اسمي ما يتكتبش، قال جملة واحدة، قال انتوا ترضوا ان انا اكذب على جماهير انا عمري ما كذبت عليها طوال ال50-60 سنة اللي انا بخرج فيها. فقلنا له لا. قال طب انت اخرجت الفيلم معايا ولا ما اخرجتش؟ قلت له اه. قال لي خلاص انا ما اقدرش اكذب على حد واقول ان الفيلم ده اخراجي انا لوحدي. فهنا هزمنا انا وجابي وكتبنا الاسم، لكن هي كانت تجربة عجيبة وكانت غريبة. ويعني الاستاذ يوسف اصلا لما قال لي انت هتخرج معايا يعني انا لقيت الموضوع عبثي، يعني هخرج مع مين؟ قلت له طب انا اساعدك زي ما بساعدك في اي فيلم، يعني انا كنت بخرج ومخرج والحمد لله كان ليا افلامي وناجحه جدا كمان، وكان اول ما يطلبني كنت اسيب افلامي واروح اشتغل معاه مساعد. عصفه ورجعت اشتغلت معاه مساعد، اشتغلت معاه يعني اي حاجه هو كان بيطلبها انا كنت اسيب كل في ايدي واروح له اشتغل معاه مساعد، ما عنديش مشكله خالص يعني. وكنت سعيد يعني، مش كنت بعملها امتنانا بقى ووفاء، لا انا كنت ببقى سعيد ان انا بروح اشتغل معاه بستمتع بالشغل. بتشوف انك انت تأثرت جدا بيوسف شاهين الى حد كبير جدا في تكنيكك في اخراجك في افكارك السينمائية، ولا انت شزيت شوية عن يوسف شاهين؟ لا ما بص هقولك، لو انت بتعتبر كلمة تلميذ نجيب ان انت مشيت على نفس الخط بتاع استاذك يبقى انا مش تلميذ نجيب. لكن تلميذ نجيب هو كان بيعتبرني الاقرب، يعني كان يعتبرني انا والاستاذ علي بدرخان الاقرب لي. يعني هو قال لي جملة، قال لي أنا ما قلتهاش لحد غيرك أنت وعلي، اللي هي لما تشوفني بغلط قول لي ممكن تزعق فيا تقول لي لا أنت كده هتعمل غلط، ما اداش الحق ده لحد غير أنا وعلي بدر خان. في ناس أصلها خالد بتقول في أفلام لخالد لو كان يوسف شاهين اللي عملها ما كانش هيعملها بالشكل اللي يبدو لهم ان هو فيه شبه تجاريه شويه. دي يمكن كده انا سالتك سؤال، هل انت تلميذ نجيب ولا لا؟ لا هو بص هو كان حريص انه يبقى هو مخرج جماهيري على فكره. هو طبعا يعني يقطع ما نتوهم ان كان يوسف شاهين مش همه الجماهير وكان يعمل افلام لمزاجه الشخصي. مش افلام للنقاد. انا مره سالته في حوار على فكره. قلت له افلامك للجمهور ولا للنقاد؟ قال لي ايه النقاد؟ ست انفار؟ يعني لا هو كان مهتم بالجمهور، لكن هو نفسه كان يقول لك المرة اللي انا ما الجمهور ما يدخليش الفيلم وما يقبلش عليه يبقى الغلط عندنا مش عند الجمهور. انا هقول لك الفرق،
يمكن الفرق ان انا التحمت بالناس اكتر من يوسف شاهين في حياتي نفسها. يعني يوسف شاهين طول الوقت كان متعلم في فيكتوريا كوليدج، طلع امريكا خد اتعلم في بسادينا، رجع نص كلامه عربي مكسر وبيتكلم انجليزي فرنساوي فمسمينه الخواجه، فكانت الناس بتعامله كانه مش مصري. فكان تقريبا وهو وبيتكسف جدا وبيخجل جدا، فكان منطوي ما كانش ملتحم مع الناس في الاول. وده مش بحث عن تمايز عن على يوسف شاهين يعني اللي انا بقوله، لكن هي الظروف الموضوعيه اللي هو كان فيها غير الظروف الموضوعيه اللي انا كنت فيها. انا من اول لحظه كنت ملتحم بالناس، بقول لك من وانا عندي 11 سنه كنت بلف الدائره الانتخابيه وبشوف انماط مختلفه من الناس، وبشوف واحد زي خالد محي الدين بيعامل العمده ازاي والفلاح الغلبان ازاي والشحات ازاي يعني. ف دخلت الجامعه التحمت بشباب من كافه المناهج واخد بالك، فعندي تجربه التحام بالجماهير. كنت السياسه علمتني ازاي اتواصل مع جماهير مختلفه المنابع، فدي خلتني وانا بعمل فن عارف شويه عن الجمهور، فخلاني اعمل افلام ما بسميهاش تجاريه بعد اذنك، بسميها جماهيريه. يا خالد بتشوف اهم افلامك ايه على الاطلاق؟ يعني لو رتبت افلامك ترتبهم ازاي؟ هقول لك حين ميسره نمرة واحد. نمرة اتنين. هقول لك كف القمر. كف القمر. هقول ثلاثة. لك دكان شحاتة. أربعة. هي فوضى. خمسة. من خمسة بقى للآخر مختل يعني تقدر تبدل انا يعني بالنسبه لقرار جمهوري انا ما بتكلمش على المستوى الفني، انا انت بتتكلم على الاقرب لنفسي لنفسك. يعني جواز بقرار جمهوري مثلا يجي نمره كام؟ يعني يجي مثلا هجيب الاول قابلين تعمري، هجيب العاصفه بعديه، هجيب جواز بقرار جمهوري، وبعدين هجيب لك بقى ويجا وخانه مشروعه يعني يمكن تقريبا في اخر القائمه، يعني في الاخر مع انهم دول من اكتر الافلام اللي نجحوا مع الناس. طب ليه في الاخر؟ لان انا كنت بجرب فيهم حاجه، يعني حاجه تتعلق بالبناء الدرامي مش اكتر من كده. يعني كان التحدي بالنسبه لي في خانه مشروعه ان انا اعمل بنى درامي قايم على الفلاش باك والتيمه نفسها سسبنس. غالبا في كل تيمات العالم لما تيجي تشوف فيلم هتلاقي فيه حاجتين لا يمكن اي سينمائي يقترب او يعملهم مع بعض. لما تكون فيلم سسبنس ما تقوموش ابدا على الفلاش باك، لان الفلاش باك بيقول لك استنى انا نسيت اقول لك كذا، فهنا هيوقف الحدث وهيحكي لك حاجه. كيف يمكن ان توفق ما بين تيمه الفلاش باك وفي نفس الوقت انه يبقى الفيلم تحافظ على السسبنس بتاعه، او ان الاحداث بتاع الفلاش باك تزيدك اثاره؟ ده كان صعب، فانا كنت بجرب فيهم حاجات. بتحس ان جواك شيزوفرينيا؟ بتحس ان جواك ازدواجيه؟ يعني خالد الفلاح مش عيب تبقى فلاح، ابن العمده اللي حافظ نص القران واللي اتربى تربيه ريفيه ودخل في تحت مظله ثوري كبير زي خالد محي الدين، وفي نفس الوقت لما يجي يعمل بعض الافلام الناس تنتقد افلامه تتهمه بالمبالغه في بعض المشاهد اللي فيها اثاره. هل بتحس ان جواك خالص في تناقض؟ خالص. يعني بص انا ابعد ما يكون عن الازدواجيه، انا بعتقد ان انا يعني من اكتر الناس اللي عرفوا ما يعني او كانوا حريصين ان هم ما يبقاش عندهم ازدواجيه. انا ما بشوفش منظومه القيم اللي انا انتمي ليها في المجتمع الريف اللي انا عشت فيه تختلف اي اختلاف عن ما اقدمه على الشاشه، حتى بما فيها المشاهد اللي هم بيقولوا عليها سخن. طب افلامك لما تيجي تبص لها، يعني لو شفت مثلا انت عمري، انت عمري فيلم انا بحبه قوي الحقيقه، لان هو فيلم بيمثل يمكن الميلودراما الشديده بالنسبه لي انا. جواز بقرار جمهوري وغيره من افلام، وبعدين اشوف افلام تانية. لو انت قسمت افلامك هتلاقي ان في جزء منها كان تجاري وكان ناجح، وما كانش في اي حاجه ممكن تخلي البعض اللي بينتقدوك ينتقدوك، والبعض الاخر فيها شخصيه تانية تحس ان ده مخرج وده مخرج تاني، خصوصا من بدايه خيانه مشروعه وويجا بدات. انا اقول لك عايز اقول لك حاجه، الشكل والله العظيم اتغير او السينمائي اتغير بالنسبه لي. انا عايز نفسي بجد اللي بيقول عليا انا بعمل مشاهد ساخنه يقعد يتأنى ويبص للافلام، لان انا ما عنديش المشاهد اللي بيقول عليها بجد، ما عنديش. دي حمله اديرت ضدي
يعني ما يقعدوا يختصروا فيلم حينما يصير الفيلم اللي هو كان من الافلام شوت او مشهد شوت ما يزيدش عن ثانيتين ما يزيدش عن 30 ثانيه اللي هو بتاع الصحاق ويصدروا للجماهير كلها ان في فيلم ان فيلم بيتكلم عن علاقه الصحاق والليسبيان وما اعرفش ايه. وانا عندما تطرقت الى هذا المشهد تطرقت عليه كده من السطح. بس هو السؤال مش كان ممكن يتم التغاضي عن المشهد بالرمز وانت عارف انت راجل دارس السينما العالميه فيليني فيسكونتي وبازوليني وانتونيوني وجودار وكل من يعني ليهم دور كبير في السينما العالميه كان كل واحد منهم يلعب بالرمز احيانا شاهين نفسه يلعب بالرمز. في حاجات لو عملتها بالرمز تبقى عمرها ما هتؤثر في وجدان الناس. يعني انا لما اعمل لك مشهد في حينما يسرى زي مشهد الاغتصاب مشهد الاغتصاب ده اللي هو بتاع اللي اربعه بيغتصبوا سيده اللي هي كانت بتادي دورها سمير خشاب. انا كنت ممكن اعمل ادخلهم الاربعه واروح رازع الباب في وش الكاميرا وفي صريخ جوه والناس تتخيل اللي هي خلاص مش كده وهتؤدي الغرض ان هي الست اغتصبت. انا لما عملت مشهد الاغتصاب اولا لم يظهر شيء مثير في المشهد لم اثير غرائز الناس لكن يبقى في وجدان الناس وفي ضميرهم وفي أذهانهم المشهد مقزز جدا ويبقى طيلة العمر مشهد. هل هذا المشهد يدعو للاغتصاب ولا ينفرك من الاغتصاب؟ أنا عايز أوصل للنتيجة دي. أنا عايز أوصل أن أنت تتأثر بهذا المشهد ويبقى مؤثرا فيك. التأثر ما يبقاش بأن أنا وإلا كنت عملتها. يعني الكارير بتاعي هو السينما الصورة. الكارير بتاعي مش راديو. مانيش بعمل مسلسل إذاعي عشان اقول وتم اغتصاب البتاع الفتاه وخلص الموضوع او ان انا بكتب مقاله صحفيه. هو ليه السينما مؤثره اكتر من مش بحث عن تمايز برضو عن الصحافه او عن الادب او ليه السينما مؤثره عن بقيه انواع التعبير الانساني؟ لانها الصوره بتبقى في الوجدان وتؤثر في العقل اكتر من اي حاجه اخرى. انا اعمل اللي انا حاسس انه هيؤثر في الناس طالما انا في النهايه مستهدف الانتصار لمنظومه قيم نبيله مش لإثارة غرائز الناس ولا انا عايز اخلي المجتمع منحل ولا انا بحرض الشباب. لكن انت جواك انت يا خالد مفيش في لحظه من اللحظات زي دلوقتي واحنا قاعدين مع بعض بنتكلم قلت مثلا انا زودتها شويه في المشهد ده انا كان ممكن اكتفي بكذا بدل ما ازودها خالص لهذا الحد خالص ولا مشهد من عملك كله ولا مشهد كنت عايز تراجع وحتى تقول يا ريتني كنت عملت كذا مثلا. لا ولا مشهد لان بجد ما عملتش شوت واحد مستهدف فيه غير الاصل اللي معمول عشانه الفيلم. يعني ما عملتش مشهد عشان يثير غرائز حد او يزود 3 4 جمهور او انا عايز اقول لك ان اللي عمل الايمج ده عني ان انا بعمل افلام هي التريلرز والحمله اللي اديرت ضد. يعني انا مئات البرامج انا بدخل انا بعملها وبيطلع لي ناس في الهواء يكلموني اكتشف من لو 100 واحد دخل عمل مداخله بيهاجم افلامي اكتشف ان ولا واحد منهم شاف افلامي شاف التريلرز يعني شاف المقدمات اللي بتعرض في التلفزيون. طب اسالك مثلا خلافك مع الفنانه هند صبري مش كان خلاف على حاجه زي كده على مشهد هي رفضت تعمله انت لحيت عليه؟ لا خالص ما كانش مشهد على كده خالص ما كانش كان الخلاف حوالين شوت هعمله بدوبليره وهي يعني اعترضت على فكره ان في حد يعمل مكانها شوت ويتقال ان هي اللي عملته وحاجات كده بس الشوت نفسه كان شوت يعني في مشهد يعتبر بمنطق البعض خارج ما كانش يعني انا ما بتصورش ان هو كان خارج. هو كان المشهد كان في الموقع بتاعه ده كان شديد الاهميه بالنسبه لي كمخرج واللي يحدد اهميه الشوت الرؤيه والرؤيه دي ملك المخرج مش اي ممثل ولا اي مشاهد. انا عايز اوصل ايه في الاخر انا بحط ايه على ايه على ايه على ايه عشان اوصل لايه. ما يعني ما تختصرش الحكايه في ان انت تاخد شوت لوحده وتشوف. بس انت خسرت فنانه زي هند صبري ممكن تشتغل معاك تاني بعد هذا الفيلم مثلا. لا ما خسرتهاش ولا حاجه. هند صبري لسه عامله حديث من ما فيش شهور قليله وقايله لو في حاجه مع خالد اشتغل معاه. حنان ترك حنان برضو ما خسرتهاش. لا يعني اختلافكم في وجهات النظر رغم ان كنتوا بداتوا مع بعض ويمكن حنان كانت معانا لسه يعني في واحد من الناس قريب جدا وقالت ان هي عايزه خالد يرجع تاني خالد اللي عمل افلام زي العاصفه وزي الجواز بقرار جمهوري ولان هي بتقول ده بحكم يعني المحبه وان كنتوا طلعتوا مع بعض الحقيقه في الحوار. لا وانا وحنان يعني ما زلنا انا انت يعني لسه مصمم على منطق او رفضك لفكره عمل اي فنانه محجبه معاك؟ طبعا ليه؟ بلا ادنى شك.
انا قلت الكلام ده كتير وهقوله. جزء من المجتمع المصري النهارده. اه جزء من المجتمع المصري. انا هطلع محجبات معايا بس تعملها ممثله غير محجبه. لان مش هقدر اقنع الناس، مش هقدر اقنع الناس. احنا السينما قايمه على الايهام يا عمرو. ان انا بدخلك اوضه ضلمه اللي هي السينما وبطفي الانوار وبخليك تنسى ان ده تمثيل وتفتكر ان ده واقع او حياه حقيقيه لدرجه ان انت بتبكي لما البطل بيموت او البطله بتموت. مظبوط؟ مظبوط. يبقى لازم انسيك ان دي الممثله الفلانيه وده الممثل الفلاني. الممثله المحجبه دي بتكسر لي الايهام ده، بتخلي المشاهد اللي قاعد فاكر طول الوقت ان دي حنان ترك. ليه؟ لانها لما بتخش وهي المشاهد عارف ان دي حنان ترك الممثله المحجبه اللي ما ينفعش تقلع البتاع اللي على شعرها. مظبوط؟ الحجاب اللي على شعرها. فاللي بيحصل انها لما بتدخل البيت ما بتقلعش الحجاب، تدخل اوضه النوم وهي قاعده بتتكلم حتى في التليفون او مع اهلها او مع جوزها او مع اولادها ما بتقلعش الحجاب. وده مش طبيعي. الطبيعي ان الست المحجبه اول ما تدخل بيتها بتروح خلع الحجاب. فالناس على طول اول ما بيلاقوا حاجه لا طبيعيه غير طبيعيه اللي هي ان الست قاعده في السرير ومحجبه وقاعده مع اولادها ومحجبه وخارجه من الحمام ومحجبه، فعلى طول بيفضل يفكرهم. بس في ستات في حياتنا يعني، هلا في اخر مثلا معاك في افلامك، هي هلا اتحجبت مؤخرا، لما بتطلع معاك في الافلام هي من قبل حتى الحجاب حاطه الشرب على راسها. يبقى حضرتك برضو ما حطيتش ايدك على النقطه اللي قصدي عليها. لا انا حاططها، انا حاسسها، انا فاهمها كويس. إن انا بتكلم ان ممكن انت ممكن تختار الدور يعني اللي يتناسب مثلا مع الفنانه ديت طالما انت. انا مش هفصل لحد يا عمرو. يعني انا وانا السيناريو مكتوب وجالي، انا ما اعرفش لسه هعمل المشهد ازاي. فانا لو عندي ممثله محجبه ما ينفعش يبقى افكر في شوت ليها مثلا انها بتكلم ولادها وقاعده في البيت وبتلعب في شعرها كده مثلا، يعني هتكتفني تخليني الحركه دي لازم ما اعملهاش لانها لازم كانت هتبقى لابسه حجاب، ما اعرفش اشتغل. فانا عايز الممثل اللي ينسي الجمهور ان دي تمثيليه. انت مصمم تعمل اولاد حارتنا فيلم سينمائي؟ والله عندي بس مشكله حتى هذه اللحظه، انا مصمم طبعا، لكن عندي مشكله ان انا حتى هذه اللحظه لم اخذ حقوق الروايه من ولاد نجيب محفوظ. انت عايز تعمل الفيلم ده ليه؟ هل عند الحركه الاسلاميه؟ لا هم استفزوني اللي بتحكم مصر، ولا عشان انت عايز تعمله فعلا؟ انا نفسي اعمله طبعا، بس اللي استفزني التصريحات اللي اتقالت على هذا الاديب العظيم اللي هو اكبر طاقه تنويريه في تاريخنا في ال 100 سنه الاخيره، انه يتقال عليه ادب ويدعو للفسق والفجور والالحاد يعني كلام عيب قوي يتقال على اكبر قيمه عندنا ادبيه في تاريخنا الحديث يعني. فده استفزني جدا، فاردت ان انا انتصر له. واذا احنا ما انتصرناش لكل قامتنا دول ورموزنا دول هننتصر لمين يعني؟ فهم استفزوني الحقيقي يعني. بس حتى هذه اللحظه لم اوفق في ان انا اشتري الروايه من ولاد نجيب محفوظ، لان بيقولوا لي. وتفتكر انت هتوفق حتى اذا اشتريتها لتنتجها؟ اه لان انا عندي منتجينها. بس يعني مش يعني ما عنديش مشكله. في ظل انتخابات الرئاسه اللي دايره دلوقتي، تفتكر لو حد من الناس اللي معترضين على الفكره بتاعت الروايه دي، لان هي البعض كما يروها يعني حتى في احاديث قديمه معايا هنا قالوا انها بتمس الذات الالهيه، هل هيسمحوا لك انك انت تعرضها؟ بص يا بيه، انا عشت في ظل النظام البائد ده وعرفت اخرج اعمالي للنور غصب عني. فانا بعد ثوره عظيمه شارك فيها يعني عشرات الملايين عشان يقتنصوا حريتهم، ان انت تيجي تقول لي ان في حد هيقهرني بعد ما خرجت عشان اخد حريتي وخدتها بتعرضي للشهاده انا وانت وغيرنا ومئات الالاف اللي كانوا موجودين في الشوارع، ان انا بعد تعرضي للشهاده وتعرض كل وكل الدم المراق على الارض والدم الطاهر اللي اريق ده، ان حد يمنعني ان انا اعمل اللي انا عايزه في بلدي؟ مستحيل. هتعمل ايه اذا جاء بكره الرئيس، والانتخابات دائره دلوقتي، اذا جاء بكره الرئيس وعلى خلفيه اسلاميه وشاف ان ده لا مش هيحدث اصلا، هتعمل ايه؟ انا بقول لك مش هيحدث، مش هيحدث، لن يحدث ان حد يغير ملامح الشخصيه المصريه، وان حد يحكم مصر على غير هوى الشخصيه المصريه. اللي عايز يحكم مصر يحكمها على هواها، على هوى ملامح الشخصيه المصريه، مش على هواه هو، ولا على هوى التيار الوهابي، ولا على اي هوى وارد من الخارج. اللي عايز يحكم مصر يبقى عارف كويس قوي ايه ملامح الشخصيه المصريه. انا بتصور. انت مع مين في انتخابات الرئاسه؟ انا مع حمدين صباح. ما زلت مع حمدين صباح؟ ليه مع حمدين؟ هغير ليه؟ انا هقول لك توافق الناصري مثلا في الافكار.
لا انا هقول لك حاجه، يعني انا حكيت مره حاجه كده وانا بشوف انها معبره قوي، يعني عشان ما اقعدش اتكلم كلام كبير، انه الوحيد اللي بحس ان هو شم عرق الغلابه الوحيد. مش هقول لك كلام انش، انا هقول لك حدوته صغيره. في واقعه محدده كده لعبد الناصر كان ماشي بالقطر في بدايه الثوره، ففي فلاح من الفلاحين او عامل من العمال كان عايز يقول له حاجه والقطر بدا يتحرك فما لحقش يقولها له. فكان في ايده منديل محلاوي حدف عبد الناصر بيه، فعبد الناصر تلقف المنديل وفتح المنديل لقى فيه بصله ولقى فيه رغيف عيش حاف. فبص للراجل من بعيد كده، كان القطر طبعا بيتحرك ببطء، فبص له كده وقال له فهمت. وصل اسوان، اول قرار خده لما وصل اسوان هو قانون العمال الترحيل والحد الادنى للاجور والى اخره. فهم رسالة هذا المواطن البسيط اللي بيقول له أنا ما حلتيش غير بصلة ورغيف عيش. فك رمز وطلسم هذه الرسالة اللي هي كانت في منديل محلاوي. أنا بقول لك إن كثير بل معظم المرشحين للرئاسة لو اتحدف عليهم المنديل المحلاوي ده هيفتكركم بلا. الوحيد اللي يستطيع أن يفك طلاسم هذا المنديل هو حمدين صباحي، لأنه عاش في وسط الغلابة وشم ريحة عرق الغلابة، وعارف يعني ايه بسطاء مصر، وعارف يعني ايه فقراء مصر، وعارف يعني ايه قضايا هؤلاء الفقراء. فده الوحيد اللي انا بعتقد ان هو عنده رؤية كيف يجعل من سواد مصر العظيم اللي هو اللي تحت حد الفقر يطلعه تاني، يرجعه تاني. طب اذا حمدين ما عادش واخرين عادوا في الانتخابات الرئاسية، هتنتخب مين؟ مين اللي على حسب مين اللي هيعيد؟ يعني اذا هديك ثلاث اسماء، هديك الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، هديك الفريق احمد شفيق، هديك اسم السيد عمرو موسى، تنتخب مين في الثلاثه؟ اكيد هنتخب عبد المنعم ابو الفتوح. يعني انا ما اقدرش انتخب حد مش منتمي لهذه الثوره. يعني الثوره دي هي انت ضد فكره انتخاب اي حد محسوب على النظام السابق؟ انا رايي ان في عار على هذا الشعب العظيم اللي انا اربأ بيه ان هو يتورط في هذا، انه يعمل ثوره عظيمه وبعدين يجيب احد رموز نظامها السابق يخليه رئيس جمهوريه في اول رئيس جمهوريه بعد الثوره. لكن زازا مش مرشحك في انتخابات الرئاسه؟ حكايه زازا بقى ما اعرفش، لقيت واحد مين زازا اللي قالوا انك انت بتدعمه في انتخابات الرئاسه؟ ما هو جاله حلم الراجل، فيعني هو حقه ان هو يحلم براحته. هو حلم بالرسول عليه الصلاه والسلام ان جاله وقال له انت يا زازا هتبقى رئيس جمهوريه وترشح، وحلم ان انا هدعمه في انتخابات الرئاسة، وقال الراجل من حقه يقول أحلامه يعني. بس أنا ما أعرفوش طبعا. أنت ليه في عداء بينك وبين المجلس العسكري؟ المجلس العسكري أنا ما فيش عداء بيننا، لأن أنا ما عنديش عداء بيني وبين أي حد من أبناء هذا الوطن. أنا عندي خلاف. إيه خلافك مع المجلس العسكري؟ عندي خلاف إنه هو كان لديه فرصة لم تتوفر لأحد من قبل ولا حتى لجمال عبد الناصر، إنه يخلي مصر ديت يبدأ مشروع النهضة ويخلي مصر ده في خلال 5 سنوات يحطها على أول قضيب القطر اللي يخليها بعد 5 سنوات من الدول الكبرى. ولكنه تحت هاجس الخوف والشك في هذا الشعب أدار خطة منظمة لتكفير الناس بالثورة. وأنا دايما بقول لو المجلس العسكري ده كان انتصر لهذه الثورة زي ما اعتقدنا في الأول ومشي على نفس خطها، ما كانتش الكلفة بقت باهظة كده والارتباك اللي كان موجود. يعني باعتباري رجل سيناريست، يعني لو خدت سيناريو آخر، يوم 11 فبراير سقط مبارك وتنح، يوم 12 فبراير أو 13 فبراير قدموه للمحاكمة، هم قدموه بعد 3 شهور بعد 20 مليونية و11 شهيد يوم 11 مارس، مظبوط؟ لو قدموه فورا هو ورجاله، وبعدين راحوا عاملين حاجة اسمها تطهير مؤسسات الدولة من كل رموز النظام السابق، وبعدين راحوا عاملين الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى للأجور وشمموا الناس ريحة الثورة. انت عارف ثورة يوليو ما كانتش ثورة في الأول، كانت انقلاب، مظبوط؟ اللي حصل ان بعد أقل من شهرين الإصلاح الزراعي اللي حصل ادى انطباع ان خلاص ادى بقى إيجابية الثورة. الإصلاح الزراعي اللي حصل ده خلى 10 مليون فلاح خدوا 5 فدادين، فدول بقوا اللي يقرب للثورة ياكلوه، مظبوط؟ بقوا مستفيدين ب5 فدادين بعد ما كانوا ماشيين حافيين. فهنا هو أراد إن هو ما يشممش الناس ريحة حلاوة الثورة ولا ثمار الثورة، ولا إن الثورة دي حققت لهم أي حاجة، بل بالعكس حققت لهم انفلات أمني، حققت لهم لا أمن، حققت لهم إن العيش بقى فيه شظف عيش أكتر، محدش يعني
فالناس حست ان طب الثوره عملت لي ايه؟ ده اللي الناس تقوله دلوقتي او بعض الناس تقول سببه هو المجلس العسكري. لكن فانا بقول ان هو الخطه كانت لو كان مشي على يعني على المطالب السبعه اللي كان رافعها الصغار في يوم في ثوره 25 يناير، لو كان مشي عليها كان وفر علينا وكان عمل الدستور قبل الانتخابات البرلمانيه، ما يبقاش المخلوق بيخلق الخالق، مجلس الشعب هو اللي بيعمل الدستور اللي هو مفروض تابع ليه، يعني الدستور ده مفروض هو اللي هيحدد اختصاصاتك انت يا مؤسسة تشريعية، دلوقتي انت اللي بتعمل الدستور اللي هيحدد اختصاصاتك. طب ما انت طبيعي حتى لو كنت نبي، لو كنت ملك، لو كنت سوري ملاك، هتلاقي نفسك بتاخد اختصاصات زيادة. يعني انت ازاي تبقى احد مؤسسات تابعة للدستور وانت اللي تعمل الدستور؟ يعني العربية قدام الحصان والارتباك الامني وارتباك الساحة كلها بما فيها الانفلات الامني، كل ده مسؤول عنه المجلس العسكري. يعني عايز تفهمني ان حتى هذه اللحظة يتكلموا على اساس ان احنا ناس هبل، ان في طرف ثالث جاي عمال يقتل في الناس كل مرة 10 20 30 40، وبرصاص حي برصاص حي برصاص حي. مفيش مرة مسكوا عمرو الليسي وقالوا عمرو هو اللي ضرب برصاصة؟ يعني ايه المشهد قد كده فعلا لهو خفي؟ هو مسؤول عن البلد، ما قدمليش حتى هذه اللحظه واحد قاتل. معقوله في كل المرات ولا مره اتقدم للمحاكمه قاتل وقال ده واحد من اللي قتل الشهداء؟ فده الخلاف اللي بيني وبينه. حياتك الاجتماعيه كلمني عنها شويه. متجوز وعندي يوسف ومايا من الزوجه الاولى، متجوز الفنانه التشكيليه السعوديه شاليمة شلبطي. بس انت كأب شايف راضي عن نفسك؟ الى حد كبير. زي ما والدك كان معاك انت مع اولادك؟ الى حد كبير، يعني انا ممكن اكون مقصر شوية، لكن الى حد كبير دوري كأب برضو ببذل فيه مجهود. عمرهم قد ايه اولادك؟ 11 و8. شعور الابوة شعور جميل تسعد بيه؟ اعظم شعور في الدنيا. بص، الاستثمار الوحيد اللي لا يمكن تندم عليه ولا يمكن تخسر فيه هو الاستثمار الانساني. ان انت تشوف عيل صغير كده لسه عنده شهور ثم يبقى سنه ثم يبقى سنوات وتكبره وتكبر دماغه وتبقى مسؤول عن هذا الكيان وبتقدمه للمستقبل. يعني انت بتقدم شاب للمستقبل، ان تقدمه شاب صالح وشاب يبقى عنده دماغ ويسهم في بناء البلد اللي هو عايشها، شيء عظيم جدا. ترد بيه احيانا على بعض المنتقدين ليك اللي بيقول لك خالد بيحاول يدعي الثوريه، هو عكس ذلك. اللي دفع ضرائب زي ما انا دفعت يبقى يجي يتكلم. يعني اي حد بيتكلم بيقول لك خالد بيدعي الثوريه يجي يوريني تاريخه ايه وهو دفع ضرائب شكلها ايه وامتى حط مستقبله في محك عشان يتكلم. يعني انا لما نزلت في ثوره 25 يناير انا كنت فاشل، انا كنت مخرج ناجح واعلى اجرا واكثر نجاحا والى اخر، مظبوط؟ فلما انزل 25 يناير انا كنت ضامن نجاحها؟ ما كنتش ضامن نجاح. في حد كان ضامن نجاح 25 يناير من اول يوم؟ خالص. لما نزلت لو فشلت هذه الثوره مش كنت هبقى احد الناس اللي معروفه بالاسم اللي هي لازم تصفى؟ مش لازم يا سيدي اتعرض لمقصله، ولكن كان هيبقى ليا مستقبل اخر في هذا البلد؟ بالتاكيد لا. هل في حد فيهم في اللي بيقولوا ان انا بدعي الثوريه فعل مثل ما فعلت وكان ظاهر من اول لحظه؟ وكان ما كنت ممكن تبقى في وسط الجماهير ومحدش يشوفك وخلاص. انا من اول لحظه كنت ظاهر وبأعلن. يعني لما طلعت يوم 28 بقول المتحف، انا مش قلت المبارك امشي بقى الحكم مش بالعافيه؟ يعني من اول لحظه. وقطعتني حتى الاستاذه رندا ابو العزم وقالت لي، قلت لها خلاص ستي مش عايز اتكلم، انا عايز اتكلم على المتحف دلوقتي، خلصين نتكلم على المتحف. يعني لما عرضت النظام السابق من وانا في الجامعه وتعرضت للاعتقال كنت بناضل على الورق؟ يعني اللي مستعد يدفع ضرائب ما ينفعش حد يزاد عليه. اللي كان بيعارض النظام وكان بيعمل افلام زي اللي انا بعملها، يعني لما كنت بعمل افلام هلس وافلام يعني بعيده حتى عن الانتقاد او عن المدح، وبعمل افلام في السكه البسيطه وبطلع اقول لي بقين، كان يبقى برضو في كلام ممكن تقوله علي. لان انا كنت بعمل افلام معظمها تحديدا كان ضد النظام وضد منظومه الحكم كلها، والمعلن عندي في كل التلفزيونات ان انا ضد هذا النظام ومعارض للنظام. طب اعمل ايه عشان
ابقى ثوري ويرضي. لكن هل من حق المخرج لما يختلف مع ممثله ان هو يشيل من مشاهدها عشان خاطر اختلف معها؟ فاصل ونرجع نشوف حقيقه خلاف خالد يوسف مع غاده عبد الرزاق. هل من حق المخرج، ولسه بقول لك قبل الفاصل انك انت شلت مشاهد من الفنانه غاده عبد الرازق في فيلم كف القمر، هل من حق المخرج ان هو يشيل مشاهد لممثله لمجرد خلافه معها؟ لا، لمجرد خلافه معها لا، لكن من حق المخرج يشيل اللي هو عايزه ويحط اللي هو عايزه، ان هو صاحب الرؤيه. الممثل لما بيجي يتعاقد ما بيتعاقدش يقول بشرط ان انت ما تعملش مونتاج، والا تبقى مصيبه لو كل ممثل قال ما تشليش الشوت ده والممثل الثاني قال ما تشليش ده وما تشليش ده، يبقى ممكن تبقى تطلع في الاخر. بس مش بيعتبر مجهود للممثل، انت موافق على سيناريو كمخرج وقدمته كممثل وبناء عليه هو قبل الدور بعدد معين من المشاهد بشكل معين بكيفيه في اداء في مجهود في مكياج، وبعدين يفاجئ ان في مثلا مشاهد تحذف منه. لا مش من حقه برضه، لان هو مفروض متى مضى العقد هو ماضي انه يمتثل اوامر المخرج وتعليماته وراضي برؤيته. ده واحد. اما فيما يتعلق بموضوع غاده واشيل مشان، انا ما شلتش مشان، ده مش دفاعا عن نفسي، انا بقول لك الحقيقه بس. انا بقول من حق اشيل. امال ايه اللي حصل؟ ما شلتش ولا شوت ليها. امال هي ليه عملت البلبله دي؟ اتحداها تقول لي اني شوت، وقالت انا مش هشتغل معاها تاني عشان تقول اللي هي عايزه تقوله. يعني ما عنديش مشكله في اللي هي بتقوله، بس انا اتحداها تطلع لي تقول لي انا صورت المشهد الفلاني وانت شلته، فين المشهد اللي انا شلته؟ ما شلتش حاجه خالص ليه، بل بالعكس، ده في مشاهد كان ممكن اشيلها، كانت حمل على الدراما وسبتها لانها كان فيها اداء جيد ليها جدا، وهي ممثله كبيره يعني موهوبه، فانا استخسرت المجهود اللي هي عاملاه وسبت مشهد مثلا من المشاهد كان ممكن اشيله. ما شلتلهاش شوت في الفيلم يعني. مين النهارده تحب تعتذر له؟ حد غلطت في حقه على مدار حياتك وعايز تعتذر له النهارده؟ لو قلت لك ان انا ما عنديش حد عايز اعتذر له، هبقى شكلي ان انا شكل قليط يعني، وشكلي ان انا مش لا اعترف باخطائي. انا اكيد عندي اخطاء زي اي بني ادم، لكن بجد ما فيش على بالي حاجة حد عايز اعتذر له يعني بعينه يعني، لكن اكيد انا في ناس غلطت في حقها اكيد يعني بلا ادنى شك يعني. المستوى الاجتماعي، المستوى العائلي، في حد في حياتك الانسانية غلطت في حقه عايز تعتذر له؟ لا. حتى الزوجة الاولى؟ لا. اولادك؟ لا، اولادي مقصر في حقهم شوية بقول لك يعني، لكن بحاول بقدر طاقتي ان انا يعني اديهم مجهود وجهد ووقت يعني، برغم كل مشاغلي، بس بديهم محاوله ان انا اديهم بعض من حقهم. بتغضب لما حد يتكلم في حياتك الشخصيه او في جوازك وطلاقك؟ لان موضوع ما يهمش حد. يعني ماذا سيستفيد الناس، الجمهور اللي قاعد يتفرج علينا، اذا انا ما اضفتلوش اضافه ما في حوارنا ده، يبقى حرام عليا ضيعت له وقته في شوية نميمة وطلق واتجوز يعني كلام لا يغني ولا يسمن. في تصريحات قلتها عايز تراجعها النهارده؟ لا خالص. لا، انا ما يعني انا ما اقوله دايما يحكمني يعني، من يعني انا بقول كلماتي تحكمني ان خرجت يعني، فانا كل تصريحاتي اللي انا قلتها انا حكماني، ما غيرتش ارائي في حد. مشروعاتك اللي جايه ايه؟ لا، عندي بحاول في موضوع ولاد حارتنا ديت على الله انجح، ما كانش هيبقى سره الباتع، هرجع للمشروع بتاع سره الباتع اللي هو بيكتب السيناريو بتاعه الاستاذ محفوظ عبد الرحمن، سيناريو المسلسل وسيناريو الفيلم انجزناه انا ونصر عبد الرحمن وجاهد عبد الرحمن. ناوي تعمل المسلسلات؟ لا، فيلم ومسلسل في ذات الوقت، بنفس الديكورات بنفس الاكسسوارات بنفس الملابس، لانه فيلم تاريخي. دي فكره جديده. يعني بيبقى في الدراما بتاع الفيلم مختلفه شويه عن الدراما بتاع المسلسل، والرؤيتين مختلفتين. صحيح الحكي الحدوته واحده لانها الاثنين مستندين لروايه العظيم يوسف ادريس سر الباتع، لكن الرؤيه بتاع محفوظ ابو حمان غير الرؤيه بتاعت انا ونصر في كتابه الفيلم، فهيبقى الديكور اللي احنا قاعدين ده فيه مثلا 10 مشاهد في الفيلم، لكن في 100 مشهد في المسلسل، فالاماكن بس اللي هي المشتركه، لكن الرؤيتين مختلفتين. انت قدمت العشوائيات في افلامك واحنا بنقدمها في واحد من الناس، ايه اوجه التشابه والاختلاف بين الواقع والسينما؟ لا، السينما اقل تعبيرا عن الواقع، لان في حاجات في العشوائيات انا نفسي قلت في الفيلم ان انا ما قدرتش اقدمها يعني، في مشاهد موجعه شديده الوجع يعني وشديده الالم، ما تعرفش تظهرها على الشاشه، تقدر تتكلم عليها يعني، تقدر تتكلم عليها برنامج، تقدر تتكلم عليها في حوار يعني. انت ما بتقرا في صفحه الحوادث حد قتل حد عشان على خلفيه زنا محارم، تقدر تكتبها
تقدر تكتبها كتابات او تقدر تقولها كده او نقولها واحنا قاعدين. والله حتى احنا مش بنقدمها في البرنامج. انا بقول لك يعني تقدر تتكلم عليها, بنشوف القضايا دي واحنا بنصور بس تيجي على السينما ما تقدرش تقدم حاجه زي كده. يعني هتلاقي نفسك مش قادر تخلي فيه ازاي اب وبنت واخ واخت وحاجات ما تقدرش تقدمها على الشاشه. فانا بديك مثال, مش هي دي الحاجه الوحيده يعني. فطبعا السينما كانت اقل تقديما للواقع اللي موجود, نظرا لان الواقع شديد القسوه يعني وصعب يتقدم يعني. يعني بتمنى انه ينتفي عندنا بعد هذه الثوره العظيمه عالم العشوائيات. في نهايه حواري معاك, واحد من الناس بسال ضيفي دايما ايه المشروع الخيري اللي تحب انك انت تدعو الناس ان هم يشاركوا فيه او يتبرعوا له؟ هو ازاله العشوائيات من مصر, ازاله حاجه اسمها العشوائيات. انا بتمنى كده ان كل رجال الاعمال في مصر, وهم كثير, وكسبوا من الشعب المصري ده مكاسب فظيعه جدا, منهم من مص دمه بجد, ومنهم من كسب كذب هو بيعتقد مكاسب بيعتقد في مشروعيتها, وانا بعتقد في لا مشروعيتها متى لسه في فقر. يعني لما يقول أوزار الغفاري عجبته لانسان يبيت على الطوى ولا يخرج على المسلمين شاهرا سيفه, يبيت على الطوى يعني يبيت جعان. فالناس دي لها حقوق في هذه الثروات, حتى لو كانت الثروات تحققت عن طريق مشروع لهم حق. يعني لهم حق بمعنى ان لا بد من رجل اعمال كده يجي يبص يلاقي عنده ثروه مثلا 10 مليار, ويعني ليه لا ما يقولش في مليار انا هطلعه عشان اطور الحي العشوائي ده؟ ليه ما يتبرعش كل رجل اعمال ب 10% او 20% من ثروته اللي هو واخدها في النهايه من عرق الغلابه دي, او حتى يا سيدي بلاش عشان ما يزعلوش مني, واخدها باي اسلوب مشروع او غير مشروع, ويقول هقدم 10 20% من ثروتي عشان ابقى انا اعمل. لو الناس دي اتعاشوا كويسين هو هيبقى امن على بقيه ال 8 مليار اللي عنده. لو عنده 10 مثلا, لو اتبرع باثنين او اتبرع بثلاثه وبقى عنده 7, وعارف ان السبعه دول هيكفوه هم واولاده واولاد اولاده واولاد اولاده, وضامن 10 اجيال بعديه هيبقوا عايشين كويس, طب ليه لا ما يبقاش في 2 3 مليار من العشرة لفئه زي ديت ساعات بتاكل من الزباله. يعني انا بصراحه ما بلاقيش منطق ان واحد يبقى معاه كل هذه الاموال ويبقى لسه فيه. يعني انا لسه كنت بتفرج على نشره فبشوف المليون ونص اللي في الصومال, المجاعه بتاعه الاطفال, والاطفال اللي احنا بنشوفهم عباره عن هياكل عظميه, عن هياكل عظميه. انا بقول كيف للاغنياء في العالم, للدول الغنيه, كيف لدول الخليج ان ترى امامها مليون ونص طفل قدامهم هياكل عظميه وهم ينعموا في هذه الثروات؟ يعني ازاي عارفين يعيشوا؟ ازاي واحد قادر ان هو يبعت مليار واثنين وثلاثه كدوله غنيه نفطيه وتنقذ مليون ونص طفل هياكل عظميه وعارف يعيش, يعني عارف ينام؟ يعني انا ما بشوفش في منطق للتفاوت الطبقي الرهيب ده في الحياه, وبشوف ان بتمنى ان رجال اعمال مصر اللي عندهم فلوس كتير يبداوا يقولوا, كل واحد يقول انا همسك مرضى السرطان وهصرف عليهم العمر كله, انا همسك العشوائيات او الحي العشوائي ده وهطوره تماما, انا همسك قضيه التعليم ده وهصرف مثلا على 1000 طالب عشان اطلعهم من الغلابه دول عشان اخليهم يحصلوا على تعليم عالي. يعني لازم, يعني ان لم يحدث ذلك انا بجد هم مهددين في ثرواتهم ومهددين في حياتهم. أنا بشكرك جدا يا خالد, بشكرك على آرائك وعلى حوارك, وأتمنى لك كل توفيق إن شاء الله. شكرك. كان معاكم خالد يوسف, واحد من الناس.